نواصل صباحاتنا الندية برفقتكم، ولكن على زاوية أخرى بالنشاط والرياضة. نختتم جولتنا الصباحية بأهم الأخبار الرياضية تحليلا وتفصيلا داخل الاستوديو. محمد الجزولي الصحفي والمحلل الرياضي، أهلا بك، صباح الخير. أهلا بك أزمي حمزة عثمان، وصباح الخير على السادة المشاهدين، و أهلا بك بعطيات. صباحكم رياضة إن شاء الله. طيب ناخذ سريعا فوز هلال السودان بكأس السودان، يعني أبرز ملامح الاحتفال. أول حاجة نبارك لجمهور الهلال ومجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين. التتويج بلقب كأس السودان هو البطولة الثانية في السودان، وتتويج مهم بالنسبة للهلال كدافع معنوي. هو ينتظر موسم شاق وطويل على المستويين المحلي والأفريقي، يفتكر أنه دافع برضو للمدرب أنه يحس بيعمل بكل ثقة وهدوء، لأنه بيكسب. أنت عندما كمدرب بتكسب البطولات أكيد يكون عندك ثقة أنك تفكر في بطولة تانية. أفتكر أنه بطولة مستحقة للهلال، يعني بركلات الترجيح، لكن في النهاية تتويج مستحق. الهلال كان هو الفريق الأفضل في المباراة. أهل الخرطوم نحييه على مستواه وعزيمته وقتاله، لأنه أقصى المريخ، وكان ممكن عادي لأنه ركلات الحظ. ممكن كان برضو متوقع يفوز بالكأس، لكن في النهاية الركلات كانت مع الهلال. بالعادة دائما نشوف أنه الختام المباريات دائما بتكون بين ناديين في القمة، ولكن ده شيء جميل أنه أندية كثيرة تتنافس على الختام. يعني لا، بالذات كأس السودان ما فيه، يعني دائما التنافس في الدوري الممتاز بهلال المريخ، لكن في كأس السودان يعني كان في نهائي بين آخر نهائي قبل ده كان بين الهلال وبين المريخ وهلال أبيض، وفاز المريخ 2016 برضو كان الهلال وهلال أبيض، وكان في المورد تقريبا، وأول طعم فريق فاز به وفاز به الاتحاد مدني عام 1990، وبعد ذلك كان 2004 برضه النهائي كان الهلال والاهلي مدني. يعني في دائما في كاس السودان دائما بيكون في، يعني مرات في انديه بتحقق المفاجاه، يعني بتبعد الهلال او المريخ من الطريق، عشان كده بيكون طرف يعني الطرف واحد من انديه القمه وواحد من الانديه الاخرى. طيب فوز الهلال وده دفع حماسيه كبيره، هل ممكن تساعد الهلال حماسيا انه يلعب في دوري المجموعات مع الاهلي الاهلي المصري يعني في المرحله القادمه؟ هل دفعه كبيره بالنسبه هو ما حيواجه الاهلي المصري لسه طبعا بكره لا ما هسه انا بقصد في المجموعات يعني. في المجموعات ما لسه بكره القرعه بكره طبعا اربعاء مجموعه دور افريقيا بالقاهره الساعه 2. لا هي دافع معنوي للنادي كله، يعني كلاعبين جهاز فني اداره مجلس اداره وجماهير، طبعا ده دعم معنوي بالنسبه لهم انهم بيكسبوا بطوله. الهلال ماشي، الناس كده بتقول يا اخي الهلال ماشي لقدام، واكيد هو ماشي يتطور من مرحله لمرحله. كونك تكسب الالقاب معناه انت ماشي في الطريق السليم. صحيح. طيب نجي لعوده ريكاردو مجددا لتدريب نادي المريخ. ريكاردو اللي بدا نشاطه بالهلال ومن ثم تناقل لشندي ومن ثم للمريخ ومن ثم الذهاب خارجيا، الان عودته هل هي دليل عافيه بالنسبه لنادي المريخ في ظل التوقيت الحرج اللي بيعيشه الان؟ يعني هو ما ممكن نقول دليل عافيه، لكن نقول المريخ اختار الخيار الاسهل بالنسبه له، لانه ريكاردو عنده تجارب. يعني ريكاردو من 2000 يونيو 2005 هو كان مدرب للهلال، وخاض مع حقق نجاح صراحه كبير مع الهلال، صنع مجد الهلال على المستوى الافريقي، وصله مرحله المجموعات اول مره في تاريخ السودان نادي وصل المجموعات 2007، ووصل نصف النهائي، وبعد ذاك وصل معهم المجموعات 2008، وهو بعد 2008 افتكر انه الفريق اللي دربه كان محتاج انه تجديد. بعد ذاك مشى الاسماعيلي المصري واهلي ومشى الاهلي القطري، وبعد ذاك راجع للمريخ وتجربه وغادوا لنصف النهائي في 2012 الكونفدراليه، وكان ممكن لو لا خطا الحضري كان ممكن يصل النهائي. مامليو بارد الكنغولي برازافيل كانغو برازافيل، وبعد ذاك ثاني خاض تجربه برضه ناجحه جدا مع اهلي شندي. افتكر انه ناس المريخ فكروا انه زول عارف الاجواء في السودان، عارف الاجواء في المريخ، اختاروا الخيار الاسهل بالنسبه لهم. يعني هو ده الخيار الاسهل، ما الخيار النموذجي، لانه اصلا مدرب عنده تجربه سابقه مع المريخ ما حقق حاجه ممكن انت ترجعه. لكن انت في وسط الضغوط الاعلاميه والجماهيريه في ظل تراجع مستوى الفريق تحت قياده التونسي قاضي القرايري اللي هو وصل الفريق لمرحله المجموعات، الناس مجلس الاداره فكر وكان عنده خيارات كثيره من ضمنها انه المدرب القاني كواسي بيا العالمي، لكن في النهايه اختاروا ريكاردو لحاجات اعتبارات بتخصهم هم، افتكروا انه عارف الاجواء تماما في السودان. طيب هي فقط معرفه الاجواء ولا هي برضه عدم الاستقرار الاداري يعني ماليا؟ نشوف الحاجه دي طبعا المريخ فيه مشكله، يعني عدم الاستقرار، يعني كل ما يجي رئيس بيجي معاه مدرب، كل ما يجي رئيس بيجي معاه مدرب، دي مشكله كبيره عانى منها المريخ. الاستقرار الاداري في المريخ في اخر 4 أو 3 سنوات ما كان فيه استقرار اداري، شاهدنا الرئيس كان ادم سودكال، بعده جاء مجلس مختلط اسمه توافق، وبعد ده جاء حازم مصطفى، لحد الان الصراع الاداري مستمر، ده اثر تاثير كامل
انه اي واحد بيجي بيمسك النادي، اي رئيس بيمسك النادي ما بكون عنده استقرار، لانه بكون عن طريق التعيين بشهرين اربع شهور ست شهور، فهو ما بيجي زمن كافي عشان يقدر يعمل استقرار فني. فاي مدرب بيجي بيناسه، واي رئيس مجلس اداره بيجي بغير برضه عشان يجيب، لانه الناس هنا في السودان نحن طبعين ما بنصبر، بالذات في هلال المريخ النتائج دائما بتعمل مشكله عقبه امام الاداره والجهاز الفني، فدائما بيكون المدرب هو كفشل في ده يعني. طيب المريخ بيقدم مستويات في البطوله الافريقيه ممتازه يعني، هل ممكن نشوف ريكاردو حيذهب بالمريخ بعيدا بزاويه شوفك؟ لانه الفترات ممكن تكون قصيره بتاعت التدريب، لكن هو عنده البعد بتاع المريخ يعني خاصه في التكتيك. هو المريخ ما قاعد يقدم مستوى جيد، لو كان قاعد يقدم مستوى جيد ما كان شاف مستوى صغير يعني، هو حتى يعني تاهل على يعني وصوله والتاهل على اقل تقدير دليل عافيه، ده انجاز يحسب على الغراري. لكن في النهايه ريكاردو هو مدرب برازيلي، المدربين البرازيليين دائما بيعتمدوا على الجانب النفسي، والحاجه الاهم من كده انه عارف اللاعب السوداني، نفسيه اللاعب السوداني، عارف انه لاعب هش بيقدر يتعامل معه يعني، يعني دي الحاجه اللي ممكن تفيد المريخ. والمريخ في النهايه فريق كبير، عنده مجموعه من اللاعبين، عنده عضم بتاع تيم موجود، لكن في النهايه محتاج استقرار على المستوى الاداري، وبرضه لازم يعني الناس حتى الاداره الاعلام والجمهور لازم يدعم المدرب يعني، ما الناس تكون في حاله نقد متواصل وفي تسرع للنتائج يعني، حكم مباشر يعني بعد كورتين ثلاثه طوال الناس بتحكم على المدرب انه هو فاشل. وزي ما قال ابراهيم قبل كده في كلام انه مشكله المريخ في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي بتدير المريخ الان وليس مجلس اداره. طيب سريعا نمر على الدوري الممتاز وابرز المباريات في الدوري الممتاز. الدوري الممتاز يعني هو طبعا الهلال والمريخ، تم تاجيل اربع مباريات، هلال والمريخ، هلال وحي العرب، والهلال وهلال الساحل تم تاجيلها، واهلي مروي سوري والمريخ وحي العرب تم تاجيلها، الشرطه واهلي الخرطوم تم تاجيلها. اتلعبت امبارح مباريات، افتكر النتائج كانت هلال الساحل يتعادل مع كوبر، توتي يعني توتي مع هلال الساحل، فاز على هلال الساحل، وكوبر برضو، كوبر برضو يعني، كان في ثلاثه نتائج على ما اعتقد انه هي تعادليه، انتصار واحد. الدوري الممتاز حتى الان ممكن الحاجه اللي بتنقصه انه في انتظام في المباريات، لكن في النهايه في النقل ما ممتاز يعني، في مشكله في نقل المباريات يعني صراحه. لكن السنه انا شايف انه لما اعادته للنظام القديم انه اي فريق يلعب في ملعبه ممكن في اثاره في حضور جماهير يعني، في الولايات في عنبره في مروي في بور سودان في القضارف، الحضور الجماهيري اكثر من الحضور في المباريات انديه الخرطوم يعني، فدي ميزه يعني انه بدا الجمهور يعود للملاعب، في عندها ناس عندها شغف للمباريات ورغبه. ايوه الانديه يعني في نتائج حققت يعني، بدري انه حي العرب بور سودان هو متصدر الدوري، الشرطه القضارف ثاني او الثاني او ثالث الدوري، وبعد ذاك في انديه حي الوادي بدا ينتفض الامل. ويعني على العموم الدوري انا شايف انه في الموسم ده حتى الان افضل من المواسم الثانيه، اخر ثلاثه مواسم الدوري كان ضعيف جدا لانه كان بيتلعب عن طريق التجمع، لكن برضه الانديه لا زالت تعاني من المشكله الاقتصاديه اللي بتعاني منها البلد. اها لو عايزين نستعرض النتائج سريعا، تعادل هلال الساحل وكوبر 0-0، وفوز توتي على هلال الفاشر 2-0، وتعادل اهلي شندي والزوما 0-0، وتعادل النباوحي 1-1 يعني نتائج بوريك. ايوه نتائج منافسه كبيره، في نفس يعني منافسه تنافس قوي، وفكر ان المباريات دي كانت قويه يعني. شوف الفريق الفايز اللي كان وحيد انه توتي حقق الفوز على الفاشل، فريق ممتاز جدا عنده استقرار على مستوى اللاعبين يعني، هو فقد مدرب ومعتصم خالد على ما اعتقد، لكن عنده استقرار على مستوى اللاعبين، بيقدم مباريات ممتازه جدا لحد الان يعني. هلال الساحل عانى من خروجه الافريقي من الكونفدراليه، هو زيه زي اي نادي كان في الانديه غير الهلال المريخ، اي نادي غيرهم بيشارك في البطوله الافريقيه والكونفدراليه بيجي بيعاني يعني، بيحصل له هزه نفسيه بدي بتاثر على مستواه، ويكون في تراجع كبير في الاداء وفي النتائج. ده هلال الساحل الان بدا يعني يستفيق، افتكر فاز المباراه اللي فاتت على الخرطوم 3-2 كانت من اقوى المباريات، السود عادل مع كوبر 0-0 افتكر انه بدا يعود رغم انه فقد هدافه القاني مايكل بواقي اللي اتكسر يعني حقيقي كسر. حمد انت بتشوف الاستقرار في الدوري الممتاز عن بقيه السنوات الماضيه، هل هو نتاج لاستقرار اداري في كل الانديه؟ لا هو ما في استقرار اداري، لكن انا بتكلم انه في انتظام في اداء المباريات، ده بخلي انه برفع درجه التنافس يعني. هسه هو الدوري يعني المباريات كلها ما واقفه، وقف مؤجل مباراه الهلال والمريخ واهل الخرطوم كانت اجلوا مباراه، باعتبار انه الهلال والمريخ عندهم اكثر عدد لاعبين في المنتخب الوطني اللي غادر اليوم فجر اليوم
الى كيجالي، العاصمه كيجالي، اداء مباراتين 17 19 في ايام الفيفا امام رواندا. لكن لما تكون في انتظام بيكون المستوى يعني بيرتفع للانديه، لكن انت لما توقف الدوري زي المواسم، يعني الدوري يجيب بدون اي مناسبه 10 يوم 15 يوم، الانديه دي ما عندها يعني قدره ان تواصل تتواكب كل مره انه الدوري يتوقف وتبدا اعداد من جديد في المباريات، بيتاثر. لكن انتظام المباريات بيرفع مستوى التنافس يعني صراحه. يعني بنشوف برضه بعد تنشط البطوله الافريقيه بيكون دائما في تاجيل كثير بالنسبه لمباريات الانديه المشاركه. دي مشكله يعني مده يعني رمضان الترتيب لها مبكرا يعني. ايوه رمضان بتاعت الفيفا يعني البرنامج بتاع الاتحاد الافريقي لكره القدم واضح من الموسم، انت عارف انه اذا انت مثلا اي فريق في البلد وصل مجموعات عارف تواريخ المباراه تكون معروفه. فالبرمجه يجب ان تكون وفق الرزمانه، يعني انت كنك يعني برنامج واحد عشان تكمل، ما كل مره النادي يجيك انه ماشي يعمل يخلي عشان ما تاجل له مباراه تنافسيه امشي اعمل معسكر لخمسه يوم لتمارين. يعني دي واحد من المشاكل بتعاني منها الكره السودانيه انه باجلوا المباريات التنافسيه عشان معسكرات بس تمارين. كاتب الصحفي والمحلل الرياضي محمد الجزولي، شكرا على تحليلك الشافي صباحا، كثر خيرك. شكرا لك. كثر خيرك وان شاء الله يكون قدمنا معه مفيد ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم انتم. رح سعداء بشوفتك. الله يسلمك. الله يكرمك، بركة في الشوفة. ختاما لمشاهدينا، شكرا لكرم متابعتكم، جوانب متعددة وموضوعات مختلفة ثرة ناقشنا في صباحاتنا الندية برفقتكم، بداية بدور المؤسسات التعليم العالي في نهضة البلد وتقدمه، ووصولا لليوم العالمي للسكري تحدثنا في جانب آخر أكثر اهتماما بالنسبة للأطفال، وصولا لمحمد الجزولي، وصولا أيضا للسينما الإفريقية اللي بدأت تنشط في الفترة الأخيرة، وده بعد ثقافي كبير جدا للسودان وللمحيط يعني أو للجيران. شكرا لكرم المتابعة مشاهدينا، حتى الملتقى دائما، دمتم دائما في رعاية الرحيم، تحياتي وفريق العمل، مع السلامة.